البابا امتدت حبريته تقريبا 50 سنة، منهم 10 سنوات هو كان أسقف للتعليم. البابا أسقف التعليم لمدة 10 سنوات، هل ده رمى بظلاله على فترة حبريته؟ يعني هو كان مهتم جدا بمدارس الأحد وبالشباب، وهأجل بس خدمة إخوة يسوع الأصاغر شوية. إزاي هو كان مهتم بتعليم، وإزاي كان يروح كنائس المهجر ويربطهم بالوطن الأم وكان يتابع التعليم هناك؟ يعني أنا حاسة أنه ده كان ملف مهم جدا في حياة البابا، صح؟ آه طبعا، سيدنا البابا بالنسبة للتعليم أول حاجة، أنا عشان أقدر أتعلم لازم أتملي. أيوه، سيدنا البابا كان عنده مكتبة كبيرة فوق الوصف، فيها كل الكتب. كان عنده مكتبة إسلامية موجودة، عنده مكاتب كله. على فكرة هو أهدانا هنا في المركز الثقافي، أهدانا مكتبته الإسلامية كلها، وهو قال ده في الافتتاح في 2008. أيوه، أنا شخصيا أهديت من مكتبتي الخاصة إلى هذا المركز أكثر من 20 دائرة معارف من أشهر المعارف الموجودة، كما أيضا أهديت إلى هذا المركز مكتبتي الإسلامية. وهي مكتبة كبيرة تشمل أولا العلوم القرآنية بتفاصيلها، وتشمل أيضا كتب التفسير الكبيرة القديمة والحديثة. كان عندي مخطوطات. أيوة. كان عندي مثلا مخطوطات، كان في البعث أو مجلد قديم اسمه الهداية. الهداية دي كان سنة 1912. أيوة. قلت له سيدنا في واحد عطاني الحاجات دي كلها. قال لي هتعملوا فيها ايه في المهجر؟ هات اللي استفاد بيها هنا. رحت عطيتها له وحطها في المكتبه بتاعته. فهو كان بيقرا كتير قوي 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 قوي.